تضامنا مع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، انطلقت فعالية غرس أشجار الزيتون في محافظة نينوى. كانت مبادرة زراعة اختيار نوع أشجار الزيتون دعما لإخواننا الشهداء في مدينة غزة، مدينة الانتفاضة، مدينة المقاومة، فبالتالي تم اختيار زراعة الزيتون كرمز لدعمنا للشهداء في مدينة غزة. شجرة الزيتون رمز لفلسطين، يقول المشاركون في الفعالية، ويؤكدون أنهم يريدون أن يروا هذا الرمز حاضرا في مدينتهم الموصل. شجرة الزيتون هي رمز لفلسطين، وأن فلسطين حرة عربية، دعما للقضية الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني قمنا بزرع شجرة الزيتون في غابات الموصل كجزء للتجير بعد تعرض غابات الموصل للحرق. شاركت جميع طالبات إعدادية قرطبة للبنات في عملية التجير. الهدف على أرض الواقع زيادة المساحة الخضراء ليس فقط في نينوى بل في عموم المحافظات العراقية بحسب القائمين على الفعالية. نشاط مبادرة شجر أو مبادرة شجر بشكل عام نسعى من خلالها إلى زراعة الأشجار في عموم المحافظات العراقية وفي داخل محافظة نينوى. سنعمل على زيادة المساحات الخضراء من خلال اختيار مواقع معينة وغرسها بالأشجار بشكل غابات مصغرة في كل مكان. هو جهد المقل إذن، أو هو أضعف الإيمان للتعبير عن دعم الفلسطينيين بغرس شجرة تنشد السلام لهم. تم زراعة 350 شجرة وتم اختيار أشجار الزيتون كرمز وكمحبة وكدعم وإسناد لأهالي وإخواننا الفلسطينيين لما يتعرضون له من مذابح ومن هجوم وحشي. أقل ما يمكن دعمه لهم. هو القليل، وإن كانت أشجار الزيتون هذه على اختلاف موقعها الجغرافي لم تتمكن من جلب السلام للشعب الفلسطيني في ظل عالم منحاز يكيل بمكيالين مختلفين.